لكن لم نشاهد فيها أشياء كثيرة. يونس، هل تأثر مولودية بجاية بالنهائي؟ تأثر، خاصة ما كانش عندي وقت كافي كريم، وقت كافي للتحضير، خاصة على الجانب البسيكولوجي. لما تعرف مولودية بجاية فاز بأول كاس اللي دخلت التاريخ مولودية بجاية، كان عنده نقول أنا الوقت لتحضير المباراة. طبعا النتيجة انتهت 0-0 في مباراة تبقي على حظوظ فريق مولودية وهران في اللعب على اللقب هذا الموسم. حتى شباب الوزداد الآن مباراة رضا مالك أمام وثاق سطيف نهائي لسوء الحظ من دون الجمهور. نعم حقيقة هذا الشيء اللي كنا شوية وبخنا فيه الجمهور، يعني اللي كنا نددنا على لابوندرول، يعني هذيك اللافتة اللي داروها، كنا قلنا باللي هذا العمل اللي داروه ما يفيدش حتى شيء، ما يجيب حتى خير للفريق، بالعكس انما اضر الفريق. احنا نقولوا عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. ولكن لم نشاهد فيها اشياء كثيره. يونس، هل تاثر مولودية بجاية بالنهائي؟ تاثر، خاصه ما كانش عندي وقت كافي كريم، وقت كافي للتحضير، خاصه على الجانب البسيكولوجي. لما تعرف مولودية بجاية فاز باول كاس اللي دخلت التاريخ مولودية بجاية، كان عنده نقول انا الوقت لتحضير المباراة. طبعا النتيجة انتهت 0-0 في مباراة تبقي على حظوظ فريق مولودية وهران في اللعب على اللقب هذا الموسم. حتى شباب الوزداد الآن مباراة رضا مالك أمام وثاق سطيف نهائي لسوء الحظ من دون الجمهور. نعم حقيقة هذا الشيء اللي كنا شويه وبخنا فيه الجمهور، يعني اللي كنا نددنا على لابوندرول، يعني هذيك اللافته اللي داروها، كنا قلنا باللي هذا العمل اللي داروه ما يفيدش حتى شيء، ما يجيب حتى خير للفريق، بالعكس انما اضر الفريق. احنا نقولوا عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم.